طبيب العائلة 58 دقيقة في نهار 2/16/2020. احنا مازلنا مواصلين معاكم، حكينا على المخاطر وحكينا على الريسك اللي نجمو يصيروا دكتور اليوم في البلاد اذا كان ما نتبعوش خطوات بسيطة جدا اللي نجمو نعملوها ونجمو نتفاديو بها العدد الكبير متاع الوفيات هذا، ونجمو نتخطاو بها المرحلة الصعيبة اللي موجودة فيها بلادنا اليوم، واللي هما طرق متاع وقاية نجمو معناها بأدوات بسيطة ما يستحقوش برشا فلوس. بالطبيعة أنا النجم نقول لك توا احنا اليوم 15 هكا ولا 16 يوم 16 النجم نقول من موقع الشخصي كطبيب أنه تونس في حالة حرب ضد هذا الفيروس، وحالة الحرب حقيقية تستوجب أنه الشعب الكل يتضامن والشعب الكل يتكاتف مع بعضه والشعب الكل يحاول أنه يكون في نفس الكلمة وفي نفس التوجه. الحرب اللي احنا قادمين عليها ما هيش مش تتقام بسلاح، لكن مش تتقام بالنظافة وبالاتباع تعليمات تعاليم السلامة على النطاق الفردي وعلى النطاق الجماعي. انه كل انسان يزم يكون مسؤول على نفسه اولا وعلى عائلته وعلى المحيط متاعه ثانيا، يعني انه ما نطالبوش البلديات ولا نطلب الدولة اني مش تجي تنظف لك دارك ولا باش تغسل لك يديك. كل مواطن يلزمه يغسل يديه برشا مرات برشا مرات في النهار. كل مواطن يلزم قدام داره في وسط الأماكن اللي تنجم تتحط عليها اليدين ينجم يعقمها بطريقة سهلة جدا بالجفال، أنه ينجم ياخو كمية 100 مليلتر من الجفال يحط لها إيترا ماء ويعدي فهمتني بترشان معناها بابي لا لا بابي للطيش. يعني انه بطريقه دوريه النجم انا في الباب الكوبا نتاع الدار نتاعي في عماره يلزم المواطنين الكل يعملوا بطريقه دوريه انه كل ما حاجه تتشد بالليد زاد كيف ينظفوها. في الادارات زاد كيف انا ننصح وخيانا انه يكون فما انسان ديدي معناها انسان مخصص له على طول النهار انه يدور على الاماكن اللي تتحط فيها اليدين كيما الكوب نتاع البيبان ولي رومبك اللي يشدوا فيهم يديهم الناس باش نتاع لي زيسكالي، زاد كيف على لي كونطوار نتاع الادارات وكل، انه كل مره معناها يتعدى بالماء والجفال. بالطبيعة الجفال ما يلزموش يكون كونسنتري سي لو ان ديزيام جفال العشر جفال والباقي ماء. هذا في مخص الفرد يزمو كي يخرج مش يقضي ولا حتى مش يخدم، دونك كي يمشي يحاول يحافظ على مسافة أمان بين ما بينه وما بين ما بينه وما بين زميله. في الحانوت نحاولوا ما نزحموش على بعض، زيد نتعداو بالواحد يعني أنه فما نصبة نحاولوا أنه ديما فما مسافة متاع متر وما بينه وما بين لبعض. هنا جاء الوقت الآن نحن في حالة حرب ضد هذا الفيروس باش نتنظموا باش ما نتقدسوش على بعضنا باش اللهفة الراهي ما عندها مضيف، لأنه في الأخر اللهفة اللي صارت في وسط المساحات الكبرى بالعكس هذيك نقل للفيروس في حد ذاتها الناس على بعضها. وقت اللي أنت تعرف أنه التموين ما هوش مش يوقف وأنه الدولة مش توفر لك المواد الأساسية متاعك مش تكون موجودة، يعني زايد باش نخرجوا الناس كل مع بعض. بالعكس الفلوس زاد دكتور نتعاملوا برشا بالفلوس نمسوا الفلوس بيدينا. بالطبيعة أنت كي مش تمش الفلوس راهو زاد كيف مش تمس الكوبة متاع الباب وكل، اغسل ايديك برشا مرات في النهار. حتى الفيروس ينجم يقعد 6 سوايع على حواج سوليد محمولة. يعني انه اذا كان انت مسيت الفلوس وغسلت ايديك وهني في بلاصتها من بعد الفيروس مش يموت على روحه فماش حتى مشكل. لكن فما الناس اللي تتعامل برشا 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 بالفلوس، يعني انه كلا قاعد على كونتوار ولا التاكسي ولا الواجهات ولا التاكسي ولا الواجهات كيف هذوك ما ننصحوه باش يغسلوا ايديهم برشا مرات في النهار، ومن بعد يحاولك الفلوس هذيك ينجم فما طرق سهله راهي فما وجفال وما يصيرهم شيء فما الخل زاد نجم نستعملوه فما الخل زاد كيف فما حاجه سهله ما اسهلش من الماء وجفال موجود وعندنا المعامل تصنع. كي نجيو نحكيو على الجواندويت، شفت برشا ناس لابسين جواندويت، راهو الجواندويت هذوك ما راهم مخصصين لمهني صح. راهو انت كي تلبس جواندويت طيله النهار يعني انت خليتها حامله للفيروس نهار كامل. هل مش تمشي تغسل جوندواتك وانت لا انا نقول انه من المستحسن انه الناس تخلي ايديها عريانه وتغسلها برشا مرات وبعد
تنجم زاد كيف كيف تستعمل لي سوليسيون هيدرو الكوليك اذا كان ما توفرش هذاك الماء. كل ما نخرج من منطقه عامه ولا كذا نعمل ايديه ونفك نفركهم مليح مليح بالماء والكول والجفال. نجيو توا فما مناطق ولا نقاط سوداء في مخص كل ما هو تفشي متاع اي وباء. أي. هي البلاصه اللي تنجم تزدحم فيها الناس والا البلاصه اللي تنجم تركب العباد. وهنا نقول الكيران واللواجات والنقل العمومي اون جينيرال. بتبيع الشركات النقل كما شركه النقل بالساحل وترونستو وشركه النقل الجهويه كل ما يروحوا الكيران في الليل يعقموه، وهذه حاجه باهيه وحاجه ممتازه. لكن غير كافي. اش معناه غير كافي؟ معناه انا مواطن قبل ما نركب في النقل العمومي ماذا بيا ان يكون غسلت يدي قبل، وكي ضهبت من النقل العمومي ماذا بيا ان يكون نغسل يدي زاد كيف كيف. ونحاولوا انه ما نزحموش مع بعضنا. احنا توا كي نحاول المحاضن والقهاوي وكل وكل مواطن ينقص من الديبلاسمون تاعو زايد يمشي كان للخدمه، فلذلك النقل العمومي في حد ذاته مش يخف الاكتظاظ، وهذه حاجه باهيه. في اكودا في اطار لجنه مجابهه الكوارث ومع جمعيه اللي هي جمعيه اكودا، زمان البارح كنا موجودين في محطه اللواجات في قمعون ووريناهم طريقه سهله برشا ومضبيه ان تتعمم على كل ما هو لواجات وتاكسيات ونقل عمومي. الحاجه الاولى والنصيحه الاولى انهم ينحيوا كل ما هي حاجه زايده، يعني ريدوات والا فهمت ريدوات والا اكل على التابلو دبور. علاش؟ باش تنجم من بعد تعقم، باش تنجم تعقم اللواج نتاعك. وقت اللي يروح للمحطه بعد ما عمل الفواياج نتاعو عنده في شفاشه فيها الماء وجافيل وزاد كيف كيف فما دو بابي عطيناه لهم وان شاء الله الكل ياخذوه. انك بعد ما تعمل كل الفواياج الدور تفشفش مده 4 دقائق، حسبناها ما تاخوش 4 دقائق، تفشفش على الكراسي البلايص اللي يشدوا فيهم اليدين على البلاصه نتاعك التابلو دبور وعلى الفولون، ومن بعد تفشفش الدور وتمسح لي بواني دو بورت، ومن بعدها تمشي تنجم ترتاح على روحك الى اخره. ماذا بينا انه النقل العمومي والتاكسي الفردي كيف كيف انه يستعمل هذه ماء وجفال. بعد كل انسان يمسح راهو لمصلحته هو، باش ما يهزش الفيروس اول حاجه سائق التاكسي، باش ما يهزوش لعيلته. هذايا باش ما نقولوش يحمي الاخرين، بالطبيعه هو واجب ليه. فهمت؟ انه اذا كان حماء غيره راهو بالنسبه لي هو حتى عنده ثواب عند ربي. الناس الكل نتبعوا نفس الاحتياطات. يعني اخوتنا في النقل العمومي ونقولوا لهم ينحيوا الريدوات، ينحيوا كل ما هو زايد على التابلو دبور باش ينجم يمسحوا بسهوله. وبعد كل ما يكمل الفواياج يمسح، اذا كان مش تقول لي مره في النهار راهو ماهوش كافي. ووعي المواطن اللي مش يركب في النقل العمومي انه يستعمل السوليسيون هيدرو الكوليك، يعني الجيل هذاك اللي فيه الكول، وينجم زاد كيف كيف يغسل يديه قبل ما يركب ويغسل يديه بعد ما يهبط. واضح، هذوما التوصيات وهذوما الخطوات البسيطة كما قلنا ديما، اللي هما خطوات بسيطة برشا اللي تنجم تحمينا من خطر، وتنجم تحمينا وتحمي عائلاتنا وتحمي بلادنا من هالفيروس. جست كلمة واحدة نذكر بالكلام اللي قلته بكري. تونس دخلت في حالة حرب غير تقليدية. الحرب التقليدية فيها سلاح، هذه حرب ضد فيروس خفي. يلزمنا بكلنا مواطنين نكونوا جنود هذا الوطن. رانا اثبتنا التوانسه، اثبتنا في عده لحظات من تاريخنا انه شعب عظيم وشعب واعي. يلزمنا نواصلوا ويلزمنا توا نفيقوا الناس كلها على بعضنا، والنادي السلطات الامنيه اني لا تتهاون، راهو هذا امن قومي، لا تتهاون مع الناس المخالفين الحجر الصحي. وزاد المواطنين بكلهم يلزم يكونوا جنود، اذا كان انسان تعرفوا انه مفروض عليه الحجر الصحي يلزم يبلغ عليه وما يقربوش. هذه هي الحاجه اللي مش تخلينا ان الوباء هذا بقدره الله يتعدى سلامات على البلاد. وراهو عندنا امثله في العالم. رانا ماناش نحكيو من فراغ، عندنا ايطاليا اللي هي كارثه ولا ما يلزمناش نوصلوا لها، وعندنا دول اسيويه اللي هي طبقت التعليمات لانه عندهم خبره. واحنا الحمد لله يا ربي اني جاتنا بعد ايطاليا، عندنا وقت باش نجموا نشوفوا نتلخصوا العباره، ناخذوا من التجربه البلدان. فما دول كيما سنغافوره وماليزيا اللي هي مقابله واللي هي عندها اتصال مباشر مع بؤره الوباء اللي هو الصين، وعندهم 100 حاله و150 حاله وما همش قاعدين يزيدوا. ليش؟ وما بطلوش الخدمه. لكن كل انسان اعتبر نفسه هو مريض فلذلك حمي غيره، وكل انسان يعتبر انه مقابله مريض
وحمي نفسه وبقدرة الوباء، بقدرة الله الوباء هذا يتعدى وما يسبب لناش كوارث على مستوى الصحة إن شاء الله. شكرا لك دكتور علي دين سحنو، رئيس نقابة الأطباء القطاع الخاص بسوسة وعضو لجنة مجابهة الكوارث بيكودة. تحية ليك وتحية للناس اللي يسمعوا فينا، إن شاء الله ربي يحمي بلدنا. عايشك ربي.